وديتوا الشعب فين يا حازم؟ 75 مليون ما لقيش منهم ولا واحد. على فين؟ وديني السيدة عائشة. هاخد 30 جنيه. مش كتير شوية؟ كتير ايه يا باشا؟ ده انا هرجع فاضي. ما تعرفش ايه اللي خلى البلد فاضية النهاردة؟ حد عارف لها حاجة؟ ساعة تبقى زحمة وفوق بعضيها، وهي النهاردة ايه؟ كأننا في صحراء. واقفة حال يا برنس، كل يوم يطلعوا لنا بحاجة. الناس دي هتروح بيوتها ازاي؟ كل واحد يخليك نفسه، مش كل واحد يطلع لي في كلمة. ده اتوبيس نقل عام، مش اتوبيس هبوب. سيادة الرئيس، تحب تروح تزعل؟ خليك ماشي على طول في الخط بتاعنا. على طول استبدال، على طول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. حرما إن شاء الله. جمعا بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صباح الخير. صباح النور. تسمح لي اقعد معاك شوية؟ من فضل حضرتك. أهلا وسهلا. تشرب إيه؟ معلش قولوا إن يعني الصناعية خافوا ينزلوا النهاردة من العمى، أنا اللي عامل الشاي ده بنفسي. طب وأنت إيه اللي نزلك؟ ما هو أصل أنا أعمى قديم، ومفروض إن أنا اللي خاف أكتر. ده إيه اللي هيخوفك بقى؟ عشان البلد كلها لو اتعمت لا مؤاخذة، اللي زي حالاتي مش هيلاقي ياكل فيها عيش. اسمك ايه؟ متقدمك شعات الاصيل. لا مؤاخذه يعني، هو انا اعرف حضرتك قبل كده؟ اصل الصوت مش غريب عليا. اتغديت يا مش حتى تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا من صباحة ربنا وانا على لحم بطني. طب يلا انا عازمك على الغدا. بجد؟ تحب تاكل ايه؟ الزفر طبعا. وانت عايز اكلمك تولي ده بقى يا استاذ بيعمل طواجن ليها العجب. انا مضيع كل فلوسي عليه. ايه اللي جابك يا عم شحاتة؟ مش بيقولوا فيك سوف وخسوف النهارده؟ تعالى يا عم شحاتة. تعالى بيك. صباح الخير يا متولي. صباح الخير يا عم شحاتة. تعالى. نهار ابيض. اقعد. شوف يا عم شحاتة هياكل ايه وانا اللي هدفع الحساب. تاكل ايه يا عم شحاتة؟ هات لي طاجن فتة بس تزود لي فيها التقلية،
مع شويه زباعه على حتتين طحال مع اصبعين عصبان. طب ما اجيب لك بقره تاخد منها اللي انت عايزه. الله يحفظك يا متولي. الوش مش غريب عليا. لا وايه الصوت كمان يا متولي؟ الصوت يخش القلب على طول، مش عشان هو عازمني على اكل. لا ده انت شبهه بالملي. شبه مين بالظبط؟ شبه الرئيس. الرئيس؟ يا سلام يا متولي، اله يا رب اجعل لك نصيب وتمد ايدك في ايد الرئيس وتسلم عليه. لو قابله واسلم عليه يا عم شحاته، ده انا كنت اقول له على بلاوي. كنت هتقول له عليا يا متولي؟ كنت هقول له على اللي بيحصل في البلد من وراه. وايه اللي انت شايفه بيحصل في البلد؟ شوف يا سيدي، انا مره ولا بلاش ابوس ايدك، ما تخليناش نخبط في الحلل، احنا مش ناقصين. بتحب الرئيس يا متولي؟ ايه اللي بحبه؟ ده انا من حب فيه انتخبته مرتين. ازاي يعني؟ مره بالبطاقه الانتخابيه بتاعتي، ومره ببطاقه جوز عمتي الله يرحمها. انت اللي علقت الصوره دي؟ ما انا لو ما علقتهاش بتوع الحي هيجوا يشيلوا العربيه. لما انت نزلت الشغل يعني ما خفتش من العمى زي ما بقيت الناس خافت؟ هخاف من ايه يا استاذنا؟ المثل بيقول لك ضربوا الاعور على عينه. شوف لي الحساب كام. 42 جنيه. انا نسيت اجيب معايا فلوس النهارده. لا انا العصر بقى. لا 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 لا، عصر ايه؟ لا استاذ، وحياه والدك ما ينفعش النهارده بالتحديد. كسوف وخسوف وكمان ما فيش فلوس. ما تقلقش، فلوسك هتوصلك لحد عندك ان شاء الله. يلا بجملك، ما عادتش تفرق، هو اليوم باين من اوله. الحق العصر يا عم شحاته. انت عايز فلوس؟ مين في البلد عشان تحافظوا عليا تبقوا غلطانين؟ والله يا فندم احنا كنا، خلاص يا حازم خلاص، مش وقته. هتكلم في الحكايه دي بعدين. في ولد طباخ اسمه متولي، عنده عربيه اكل في القلعه، الولد ده يجي لي هنا في الرئاسه. حاضر يا فندم. يا حماتي صدقيني انت منظوره، انت واخوكي صلاح عظمه. وهنعمل ايه يا متولي؟ انت لو عايزه رايي تاخدي بعضك كده الصبح على طنطا، تزور السيد البدوي وتصلي ركعتين هناك. او النبي يسلم فمك، انا مشتاقه قوي. اتكل على الله ابو انشراح. وهي هتروح لوحدها؟ مش انت اخوها يعني لازم تروح معاها؟ خلاص ناخد انشراح معانا ونسيب العيال مع امهم. لا مالكش دعوه بانشراح، العيال برضو لازم يروحوا يزوروا السيد البدوي، ياكلوا حب العزيز وحلاوه شعر. ولا ايه يا عيال؟ ايوه عايزين نروح معاك. وانا عايز حب العزيز اهو. عايز حب العزيز اهو. وانا بقى هخلص شغل بدري واجي اقعد مع ابله انشراح عشان ما تقعدش لوحدها. شيلها سيدي يا بدوي. لكأن القدر ارسلك الينا في هذه اللحظه الفاصله من تاريخ هذه الامه، وكأن سفينه الوطن كانت في حاجه الى الربان الماهر الذي يصل بها الى بر الامان. أنت الذي قدت أمتنا إلى الرخاء، إلى الحرية، إلى الديمقراطية. أيوة انشراح. أيوة حبيبتي، أنا خلاص بشطب أهو. بقولك إيه، النهاردة زي ما اتفقنا بقى للصبح. بقولك إيه، كلمت امك في طنطا؟ طب كويس قوي. بموت في التراب اللي بتمشي عليه. الحمد لله. بقول لك ايه بقى، شوف لنا حساب الحاجه دي كام. حساب مين يا امينه؟ عيب، ده انا طلع لك العربيه واديها لك لحد باب البيت. ديليفري. ديليفري؟ ديليفري ايه وبتاع ايه؟ بقول لك انا مش بتاع الديليفري، عاوز تجيب لي الاكل هاته انت. بموت في التراب اللي بتمشي عليه. قميص النوم البنفسجي اللي ما حلفنيش الحظ في سنه جوازي ان اشوفك لابساه، لدرجه اني شكيت انك شاريها لحد غيري. قولي لي بس يا امينه، اعمل لك ايه؟ تعمل لي ايه؟ اعمل لي طاجن باميه وبيكون باللحمه، ومش اي لحمه، لحمه ضاني. عيني عيني.
مش هتأخر حاجة بسرعة. مع ألف سلامة. متولي أستاذ متولي، طاجن اللحمة بالبامية المفرومة. إيه البامية المفرومة؟ قصدي بالبامية الضاني بسرعة. أنت اتهبلت ولا إيه؟ وبعدين الناس نفسهم اتفتحت النهاردة ليه دونا عن أي يوم؟ حد يقول للرزق لا يا عم تولي. والرزق البنفسجي اللي أنا سايبه في البيت أعمل فيه إيه؟ اللي قلت عليه يكون عندي بكره. حاضر. ايوه انشراح، اكيد امك وخالك نبرين على الليلادي. مصر كلها جايه تاكل عندي. انا بدات اتفائل بالليلادي. بصي بقى، عبال ما يمشوا شوح لنا نص كيلو كبده، ونزلي السبت لابو جورج هيحط لك 9 ازايز بيره مشبرين. بيره يا متولي انت مجنون، ما تقربيش ناحيتهم لغايه اما اجي. واوعي تطلعي البلكونه بالقميص البنفسجي. طيب تعالى بسرعة متأخرش، أنا مستنياك.